السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على كيكة باردة او تحلية اللي كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم. كتكون من ثلاثة ديال الطبقات كيف غادي نشوفوا معايا، والاهم انها لذيذة وسهلة في التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال هاد الكيكة اولا التحلية. غادي نحتاج في الطبقة الاولى عندي نص سيترو ديال الحليب، فاني، اربعة المعالق كبار ديال الحليب مركز المحلى، ثلاثة ديال الاصفر البيض فقط، وثلاثة ديال النشا. هادشي اللي غادي نحتاجو، ثلاثة المعالق كبار ديال النشا. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الطبقة الاولى. ندوزو لطريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله. كناخدو النشا، ثلاثة معالق كبار ديال النشا، واحد، جوج، وهاد الثالثة. غادي نخلطوهم مزيان. غادي نزيد 4 معالق كبار ديال الحليب مركز المحلى، المعلقه الاولى، الثانيه، والثالثه، والمعلقه الرابعه والاخيره. غادي نحرك مره اخرى مزيان كلشي. غادي نزيد فاني، غادي نحرك مره اخرى مزيان. دابا غادي ناخذ البيض، غادي ننزل البيض على الصفر، غادي ناخذ غير الصفر صافي. البيض ان شاء الله غادي نقدم لكم به واحد الحلوه اللي كتجي سهله بزاف. الثانية والثالثة، غادي نطرب شوية أصفر ديال البيض. وغادي نضيفو الحليب في نفس الوقت أنا كنخلط. صافي دابا غادي نديرو فوق البوطه حتى كيبدا يعقد ونحيدو. صافي دابا من بعد ما عاد لينا الخليط كيف كتشوفوا كيولي على هذا الشكل. غادي نخلط مزيان ونخوي في الاناء اللي غادي نقدم فيه كيكه. كيف كتشوفوا انا عندي اناء صغير فيه تقريبا 21 سنتيم على 20 سنتيم. غادي نخوي الطبقه الاولى وكندخلها للثلاجه تبرد. غادي نسرحها في المول كامل باش تاخذ الشكل ديالو. صافي الطبقه الاولى ديالنا ها هي واجده، غادي ندخلها للثلاجه تبرد ونرجع معكم ان شاء الله. غادي ندوزو للطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها انا عندي الكاوكاو او الفول السوداني اللي محمر ومقشر مقطع انصاف بحال هكا كيف كتشوفوا. غير كميه قليله عندي هنا باقيه ديال الكيك. اولا الا ما كانش عندكم الكيك ممكن تستعملوا البسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم. انا هنا شاطت ليا كيكه بغيت نستغلها في هاد التحليه هذه.
صافي الطبقه الاولى ديالنا ها هي راه شدات راسها، مازال ما بردات تماما ولكن شدات راسها. كنديرو هكا ما كتلصقش لينا، كتكون بحال واحد القشره هنا. غادي ناخذ الكيكه ديالي وكنفرتها بحال هكا، غادي نوزعها بشكل متساوي على الحالب كله او للمول كامل. صافي بركة، غادي نكتفي بحال هكا. غادي نوزع الفول السوداني او الكاوكاو محمر، ممكن ديرو حتى اللوز. غادي ندخلها مره اخرى للثلاجه وندوز نوجد الطبقه الثالثه والاخيره. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاج هنا واحد الكاسرونه فيها شويه ديال الماء، وغادي نذوب فيها الشوكولات. عندي تقريبا 180 غرام ديال الشوكولات الكحل اللي غادي نذوبها في حمام مائي. غادي نحتاج واحد علبه ديال ياغورت طبيعي. غادي نذوب بعدا الشوكولات ونرجع نخلط معاه هذا الياغورت هذا. كيف كتشوفوا معايا صافي غير سخن الماء والشوكولاته بدا تيذوب، كنطفي عليه كنحرك مزيان حتى كيذوب الشوكولات كامل. صافي دابا كيف كتشوفوا الشوكولاته ذاب كامل. غادي نضيف ليه الياغورت. بسم الله. كنحرك مزيان حتى كينسجم الشوكولات والياغورت ديالنا مزيان. وكيبرد شويه ما كيبقاش سخون. ممكن في بلاصه الياغورت دير واحد نص كاس ديال الاجده السائله. كيف كتشوفوا الشوكولات ديالنا كيبدا يعاد، كنحرك. هذه هي الصلصه اللي كنقول لكم عليها دائما، يعني كنصايبها كنحضرها وكنحطها في شي علبه، ووقت ما احتاجيتها في التزيين ديال شي تحليه اولا ديال الكيكات كتكون عندي واجده. كتكون سهله كيف شفتوا، ما فيهاش مكونات بزاف. دابا غادي نخويها فوق الطبقه الثانيه. بسم الله. كنوزعها على الخليط كامل. غادي ندير هكا باش توزع بشكل متساوي. صافي هاد التحليه ديالنا واجده، خصها غير تبرد مزيان. صافي هنا بقى عندي شويه ديال الكاوكاو، غادي نلوحو هكا. صافي غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان ونقدموها بصحه والراحه. صافي هذه الوصفه ديالنا من بعد ما بردات كيف كتشوفوا، كتكون من ثلاثه ديال الطبقات، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. طلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.